اليوم الحركة حركتنا تنظم ندوة صحفية استدعت لها مجموعة من المنابر الإعلامية المقدرة والمعتبرة عندها، والموضوع هو عرض مذكرة حركة توحيد الإصلاح حول مراجعة هذه المدونة. احنا بمجرد ما صاحب الجلالة من موقعه كأمير المؤمنين أعطى الانطلاق لهذا الورش يعني لم نتردد، خصوصا وأن موضوع الأسرة حركتنا تشتغل عليه دائما، لدرجة أن عندنا مجال من المجالات داخل عمل الحركة سميته مجال برنامج الأسرة، وبالتالي لم نتردد في الانخراط وأعددنا مذكرتنا واستقبلنا قبل أيام من طرف الهيئة التي كلفها صاحب الجلالة بهذه المراجعة، وكانت جلسة إيجابية في اعتبارنا بل حتى في تقديرهم، وعرضنا فيها مجموعة من المقترحات خاصة الأمور التي يدور حولها النقاش بشكل كبير جدا، زواج من هم دون سن دون 18 سنة، تعديد الزوجات، أمور مرتبطة أيضا بالطلاق والتطليق، بالإجراءات والمساطر القضائية في هذا الأمر. فكانت فرصة لعرض مذكرتنا من جهة وللإجابة عن بعض التدقيقات التي طلبتها الهيئة. واليوم في محطة موالية قلنا أن الأوان لأن نخرج هذه المذكرة من بوابتها الواسعة عن طريق المنابر الإعلامية حتى يكون للمغاربة ولكل من يهتم بأمر الحركة وبأمر هذه المدونة تكون لهم إن شاء الله الفرصة للاطلاع على أهم مقترحاتنا في هذا الباب، ومن ثم جاءت هذه الندوة، وخلالها ستطلعون على يعني أهم ما في هذه المقترحات. احنا مثلا في زواج من هم دون سن 18، والمناسبة لا نسميهم لا قصيرين ولا فإلى سميناهم قصيرين حكمنا عليهم مبدئيا، لا كنقولوا أن الزواج السن ديال 18 سنة هو سن مناسب جدا، إلا أنه لا نرجو ألا يغلق باب الاستثناء. لماذا؟ لأنك تبقى دائما حالات خاصة في ربما في المجال القروي، حالات ديال البنيتات أولاد اللي عندهم 15 ونص و16 ونص و17 ونص سنة قادرين على الزواج، مستعدين، عندهم رغبة باش يمارسوا هذا الحق ديالهم الطبيعي ديال الزواج، الأسرتين راغبتين في الأمر، كيجي مع كامل الأسف يعوق القانون يعوق هذا الأمر، وهذا يدفع بالشباب إلى أمور لا تحمد عقبها فيما بعد، وكنوليو كنتخبطوا في مسائل أخرى ديال اللي حملت لهاد السيدة واش الابن ديالها واش يكون عنده نسب، كنكونوا فتحنا الباب على واحد الإشكال يعني على إشكالات في الحقيقة كثيرة جدا. في قضية التعدد أو تعديد النساء نفس الشيء، قلنا احنا كنتكلموا على التعديد في الحقيقة لأن ماشي المرأة هي التي تتعدد، الرجل هو الذي يعدد الزوجات. ففي هذا المجال كنقولوا أولا هذه النسبة أصبحت يعني قليلة جدا، قليل الآن من يرغب أو يفكر في هذا الأمر إلا للضرورة، فكنقولوا أن هذه الإجراءات وهذه الشروط التي وضعتها المحكمة وضعها القاضي الذي أدن في النهاية بالتعديد كافية جدا بأن تحد من أي تسيب في هذا الباب، لكن كنقولوا لا يمكن أن يغلق باب التعدد لأن هذا أمر يعني لا يمكن أن يعني أن يتم بهذا الشكل، وأن يبقى الباب مفتوح سواء في التعدد سواء في زواج منهم دون سن 18، يبقى الباب كلما رأى القاضي أن فيه مصلحة للمعنيين بالأمر وللمجتمع أيضا. فمثل هذه الأمور قضايا يعني أخرى كان عندنا مشكل دائما كنقولوا بأن هذاك الصلح المرجو والذي فيه نصوص من كتاب الله عز وجل لما أمر قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه القضية ديال التحكيم وديال الصلح داخل جدران المحكمة لما كتكون الإشكال متأجج والخلاف متأجج يصعب، فكنقترحوا أنه تدار مؤسسة خاصة بهذا الصلح الأسري وأن تكون خارج جدران يعني المحكمة وأن تتم هيكلتها وتأسيسها بشكل رسمي وتعطى لها الصلاحيات، فأي خلاف أسري كيدوز أولا من هذه الأسرة من هذه المؤسسة خارج الجدران ديال المحكمة، إلى حصل التوافق خلاص يحفظ الملف، إلى ما حصلش هذاك التوافق والصلح أنا ذاك يرفع تقرير للقاضي ليبث في الأمر. فهذه واحد مجموعة من الأمور، الخلاصة
وأننا في مدون في مقترحنا في مذكرتنا نعتبر أن جميع القضايا المرتبطة بالأسرة يعني يمكن أن توجد لها الحلول من داخل المنظومة الإسلامية ومن داخل المنظومة الشرعية، وأنه لا حاجة إلى أن نستورد قوانين من أي جهة أخرى، خصوصا وأننا نعتبر أن ربما المجتمعات الغربية وغيرها سبقتنا في بعض المجالات كثيرة مثل العلوم مثل، لكن في مجال الأسرة نعتبر أن المجتمع المسلم والمجتمع المغربي خاصة، بالعكس الأسرة المغربية هي التي ما زال يمكنها أن تعطي الدروس للأسر الأخرى. احنا كنشوفوا غير كأس العالم ديال قطر، مجرد أن لاعب يعانق أمه ويترقص معها، الناس في الغرب اعتبروها أمرا كبيرا جدا. فالأسرة المغربية ما محتاجاش لحلول من خارج المنظومة الشرعية ومن خارج المنظومة الإسلامية والمغربية. فهذه بعض المقترحات، وستطلعون إن شاء الله بالتفصيل أكثر من خلال المذكرة التي سلمت لكم.